عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو نتاع اليوم باش نستعملوا البي اف اس اللي حكيت عليه في الفيديو اللي فاتت، تلقاو اللين في الديسكريبسيون وتلقاو اللين من فوق على اليمين، باش نشوفوا اسكو الجراف نتاعنا بي بارتت ولا لا. اش معناها توا بي بارتت جراف؟ معناها جراف نجمو نقسموه لدو سيت دو تي سورت لي نو في كل سيت ما همش مربوطين ببعضهم، يعني الان والتروا لهنا اللي هما باللكحل مربوطين بلي نو 2 و 4 5 اوكي، لكن في بعضهم ما بيناتهمش ريلاسيون. كيف كيف 2 و 4 و 5 مربوطين بال 1 و 3 لكن في بعضهم ما بيناتهم حتى ريلاسيون، هذا يتسمى بي بارتد جراف. اذا نزيدوا ريلاسيون ما بين ال 1 و 3 الجراف نتاعنا ما عادش باش يولي بي بارتد، على خاطر اذا نخليوه لهنا بيناتو ريلاسيون هو وال 1، واذا نهزوه للسبسيت الثاني باش يولي هو وال 2 و 4 مربوطين ببعضهم، دونك ما عادش بي بارتد. باش نستعملو توا البي اف اس، انيسيالمون عندي لو تابلو فيزيتد نتاع العادة فيه نو فيزيتي ولا لا، وباش نزيد تابلو اسمه كالر تو تشوفو كيفاش باش نستعملوه. انيسيالمون باش ندخل الجراف نتاعي من نو نمرو واحد باش نلونو بالاحمر، وركزوا معايا لهنا حطيته ملون بالاحمر في البي اف اس باش نحطوه في الكيو، من بعد باش نخرجوه من الكيو ونشوفو الصغار نتاعو. دونك الصغار نتاعو هما الدو والسانك، لهنا الدو والسانك ماهمش ملونين، دونك باش نعمل باش نلونهم بلون مخالف للون نتاع البارون تاعهم. البارون تاعهم واحد ملون بالاحمر، دونك هما زوج باش نلونهم بلون مخالف اللي هو الاخضر، نحطهم في الكيو نتاعي وبعد نتعدى. دونك باش نخرج اول اليمون دخل الكيو اللي هو الدو ونشوف الصغار نتاعو باش نلقاهم الان والتروا. بالنسبه للان فيزيتي واللون نتاعو احمر دونك مريقلي، بالنسبه للتروا ماهوش فيزيتي ماهوش ملون. دونك لهنا ايش باش نعمل؟ باش نلونو بلون مخالف للبارون تاعو. البارون تاعو دو ملون بالاخضر، دونك التروا باش نلونو بالاحمر. نتعدى التروا نحطو في الكيو، نخرج السانك من الكيو. السانك شكونهم الصغار نتاعو؟ الان كهو الان ملون بالاحمر والخمسه ملون بالاخضر، دونك جاونا باهي. باقي لحد لهنا معنا حتى مشكل. تو باش نخرجو التروا من الكيو، شكونهم الصغار نتاعو؟ الدو والكات. الدو ملون بالاخضر مخالف ليه مريقلين، والكات ماهوش ملون، باش نلونو انا باللون المخالف للبارون تاعو، دونك نحطو بالاخضر. والكات نحطو في الكيو باش يخرج من الكيو. الصغير نتاعو هو ثلاثة، ثلاثة ملون بالاحمر مخالف للاخضر، دونك لهنا الجراف نتاعنا طلع بي بارت، لي دو بارتي هما الان والتروا، والبارتي الاخرى هي الدو والكات والسانك. توا باش نرجع للجراف هذاك من الاول ونزيد هكا الليزون بين هو بين الان والتروا الليزون هذايا. اذا نعاود توا الالغوريتم نتاعي باش نلون الان بالاحمر والصغار نتاعو الكل باش نلونهم بالاخضر. صغار وشكونهم؟ دو والتروا والكات اللي مربوطين بيه باليان هذا واليان هذا واليان هذا. سانك سامحوني مش كات. باش نمشي توا للدو، شكون الصغار نتاع الدو؟ عندك اليان مع الان وعندك اليان مع التروا، ولهنا باش نفيقو بيه ماهوش بي بارت. علاش؟ على خاطر لقينا اللي فما صغير نتاع نو دو، دونك الكولور نتاع الشايلد نتاع دو اللي هو ثلاثة اخضر، والكولور نتاع البارون اخضر، دونك ما نجمش الجراف نتاعنا يكون بي بارت. دونك الكونديسيون لازم الكولور نتاع الشايلد ديفيرون من الكولور نتاع البارون. دونك توا نتعداو للكود ونمشيو لجيكس فور جيكس. لينونسي سامبل برشا باش يعطيني جراف يقول لي اسكو بي بارتت ولا لا. دونك الفونكسيون بي بارتت ترجع بوليان، تاخو النومبر دو نو وتاخو لو جراف نتاعي. دونك باش نعمل ديكلاراسيون تاع كونستانت فيها 10 بويسونس 5 اللي هو النومبر ماكس نتاع لي نو، تلقاه لهنا في الكونترانت في البروبليم. باش نعمل تابلو فيزيتد نتاعي دو بوليان، وباش نعمل تابلو دو كولور نتاعي. دونك انيسيالمون باش نحط تابلو دو كولور كله صفرات، الصفر نقصد بيه ما عندوش كولور مريقلين، والتابلو فيزيت باش نحطو فولس كله معناها النو ماهوش فيزيتي. باش نباركور لي نو نتاع الكل تو، كل ما نلقى نو ماهوش فيزيتي باش نعمل بي اف اس. هذا هو البي اف اس العادي اللي ديما نشوفوه قبل. تو باش نعمل عليه كيلكو موديفيكاسيون. كي ندخل في البي اف اس مش ناسين نعملو، مش ناسين نحطو النو نتاعنا فيزيتي. الحاجه باش نزيدها تو باش نلون النو هذاك بالاحمر، باش نحطو الكولور نتاعو ان. الان هو الريد اللي هو الاحمر،
باش نعمل كيو، والكيو باش نبوشي فيه البوز كيما شفنا في البي اف اس، باش نباركوري الكيو نتاعي حتى يولي فارغ، نخرج الفرونت نتاعو نبوبي. تفرج الفيديو نتاع البي اف اس، ما تسالونيش فاش قاعد نعمل تاو. نباركوري الصغار نتاعو الكل، ولهنا ركزوا معايا. دونك اذا الشايلد نتاعي الكولور نتاعو صفر، اش معناها؟ معناها ماهوش ملون. هاي باش نزيدها لهنا، ماهوش ملون. باهي، نشوف البارون تاعو. اذا البارون تاعو احمر، اذا الكالر دو اكس احمر ايجال 1، الشايلد باش نلونو بالازرق. وتوا اذا البارون بلو باش نلونو بالاحمر. دونك اذا احمر اللون الصغير بالازرق، واذا البارون ازرق اللون الصغير بالاحمر. متفاهمين؟ توا اذا البارون والشايلد عندهم نفس الكولور، ريتيرن فولس، ماهوش بي بارتد. وتوا نكملوا البي اف اس نتاعنا عادي. اذا نو ماهوش فيزيتي، باش نحطو فيزيتد ونبوشيه في الكيو نتاعي. اذا كملت هذه الكل وما حتى مره ما جاني الكا اللي هو هذا باش يخرجني بفولس، باش ريتيرني ترو. دونك باش تلقاو الكود في ديسكريبسيون. دونك توا تنحط لكم الليان تاع الكود. دونك نعمل كومبايل اند ران، نستناه شويه. دونك نعمل سبميت توا، باش نحط لكم الكود في الديسكريبسيون. جست جاتني من الاول رونغ، انا بيدي علاش؟ على خاطر طلع الجراف نتاعي ماهوش كونيكتي. دونك من الاول ما كنتش عامل البوكل هذا، في بالي اللي نو كونيكتي، في بالي الجراف الكل كونيكتي. دونك دخلت من نو زيرو، يا اخي جاتني ريزلت غلط. دونك طلع الجراف نتاعي ماهوش كونيكتي، فما ديسو جراف في وسطو. هذاك علاش نزيد في البوكل فور هذايا، باش تفيريفي اللي كان عندي جراف ماهوش كونيكتي نفيزيتيه الكل. دونك باش يجيكم كوريكت، تلقاو السبمشن في ديسكريبسيون، حط لكم اللي نتاعها. كان عندكم اي سؤال حطوه في كومنتير، نحاول نجاوب عليه في اقرب وقت. وبارتجوا الفيديو مع اصحابكم، واستنوني في فيديوهات واحده اخرين.